نحن في حرب عالمية أو في بوادر حرب عالمية. الوجود التركي وجود مؤثر وخطير ومهم جدا. يعني القيادة التركية معلوم عنها ومعروف عنها أنها تنتهز الفرص للتخلص من التنظيمات الإرهابية التي تدعمها فنلندا والسويد قبل أن تدخل حلف شمال الأطلسي، وهي تضغط بقوة ولديها الكروت التي تستطيع بها أن تؤمن أمنها القومي أو تعزز أمنها القومي برفع يد السويد وفنلندا عن هذه المنظمات الإرهابية، وأيضا تستطيع أن تواصل استكشاف الغاز والبترول في السواحل التركية، وأيضا تستطيع المطالبة ب يعني حقوقها في اليونان. وأتوقع أيضا أن يتعزز الوضع السياسي لقبرص الشمالية خلال الفترة المقبلة. كل القضايا التركية وقضايا دول المجلس التركي أتصور أن الفرصة سانحة لحل المشاكل الاستراتيجية القديمة لدول المجلس التركي وعلى رأسها تركيا، في ظل احتياج العالم للجمهورية التركية وللرئيس أردوغان شخصيا. نعم.